مساء الخير. اليوم راح اسوي اكله شعبيه جنوبيه اسمها الدغابيس. عندي هنا دقيق عادي اماراتي وشويه مع اسمر، او ممكن تخلينه كله عادي يعني، بس ما هو الدقيق اللي نسوي فيه المعجنات، لا لا، اسمه دقيق اماراتي او دقيق ابو ظبي. احط عليه بس شويه ملح ومويه فقط. العجينة الموية احطها بالتدريج، احط شوية وعجن وابدأ بالتدريج احط الموية. تكون دافية العجينة شوية. انا اوريكم كيف في النهاية. كذا يكون قوام العجين. انا عجنتها بدري قبل ما اسوي اللحم، لانه لازم ترتاح اقل شيء من ساعه الى ساعتين الى ثلاث عادي يعني، بس لازم ترتاح العجين. شفتوا ملمسها كيف تكون؟ كذا ملمسها ما تمسك في اليد. كل ما ارتاحت تطلع اسهل. اتركها الحين نبدأ في اللحم. طريقة طبخ اللحمة أوريكم كيف. هذه العجينة وهذا قوامها، يكون كذا كذا مطاطي، شايفين؟ يكون قوامها مطاطي، كل ما جلست تطلع أحسن. الحين أغطي عليها ونتركها ساعة ساعتين لين تستوي اللحمة ونبدأ نشكلها. نجي هنا المرق اللي بنحط فيه الدغابيس، عبارة عن لحمة بعظم طبعا. نضيف عليها طماطم وبصل ونخليهم لين يتسبكون شوية، بعدين نضيف كمون فلفل أسود وملح وموية. بس هذه هي مكوناتها. فلفل اسود، ملح، انا ضفت ملعقه صلصه. نضيف عود قرفه وحبتين هيل. نضيف الموية، أنا راح أسويه في قدر الضغط، بقفل القدر يمكن ياخذ مني ساعة إلا ربع تقريبا. خلاص أقفل عليه. شايفين هذه المرقة؟ راح أصب المرقة في قدر أكبر عشان يسهل لي تكون تستوي العجينة بأريحية يعني، ما تكون فوق بعضها. راح أكبر القدر وأرجع لكم. هذه العجينة شوفوها تصير كذا تمط معاكم، شايفين كذا تكون عجينة الدغابيس تمط معانا. خلاص تقريبا ارتاح تقريبا ساعتين. ابل يدي مويه، والصحن اللي راح اسوي فيه بله مويه. اخذ قطعه من العجين، اخذ قطعه زي كذا من العجين افردها بالشكل هذا. وانتي على حسب تبغينها سميكه تبغينها رفيعه،
شايفين، انا بهرب فيها مو بهسميك، تكون بالشكل هذا شايفين. راح اخذه واحطه في المرق بالشكل هذا واكرر لين اخلص العجينة اللي عنده. نرجع مرة ثانية شايفين هذه الطريقة، افرده بيدي لأنه يعني ينفرد معك بسهولة ما يحتاج لها، شايفين يكون كذا كذا. في ناس يحبها أسمك من كذا، لكن كل واحد ورغبته. آخذه وأحطه هنا زي ما قلت لكم، انت تتحكمين في سماكة العجينة، تتحكمين في الحجم. في ناس يحبوا اصغر، في ناس يحبوا اكبر، في ناس يحبوا سميك، في ناس يحبوا رفيع، كل واحد ورغبته. شايفين نتركها تقريبا نص ساعة تستوي، نكمل المقدار وارجع لكم. الحين نشوف كيف طريقة التقديم. عندنا هنا الطاسة هذه حاطين فيها بصل أخضر وفلفل أسود، نقدمها مع فجل وبصل عادي، بصل أبيض أو بصل أخضر أو جرجير. الحين أصفي المرق هنا، في ناس ما تصفي لكن أنا أحب مصفى. صفينا المرق حطيناه هنا مع الحين، نحط الحين الدبوس. نحطه من كل الجهات، نخلي المرق في النص. عندي هنا اللحم، يا أن نحطه مع المرق يا أن نوزعه مع الدغبوس أو نحطه في صحن جانبي. أنا راح أحطه في صحن جانبي وهذا اللحم ممكن نحطه في صحن جانبي أو نحطه مع الدغبوس، يعني كل واحد يقدم بالطريقة اللي تعجبه. المهم هذه دغابيسنا ومحالف عافية إن شاء الله. طريقة أكلها، طريقة الأكل ناخذ قطعة من الدغبوس هذا، في ناس يأكلها باليد عادي بس شايفين، ناخذ كده وناخذ معاها مرق نزل تحت في الراحة. أوه هي تاكل بالشكل هذا. والمرق زي ما قلت لكم، اللي يحب يحط صلصة يحط، ما يحب الصلصة ما يحط، عادي ما تفرق.